خلاص بقى يا شكاو يا عمي، ولا انت ما في سواري دي هناك، بس هذا بابا جي. ما في مشكلة، أنا تعليم. سلام عليكم. سلام الله حيهم. هلا والله. لا عندك؟ لا أنا من الصبح أنا صاحي، وقلت لك أبغى أجي، كنت أنا في السوق أصلح على الحاجات. أنا تعدي ثلاثة ولا أربعة؟ إيش دروع؟ لا ثلاثة تكفي ولا اثنين، عشان الجم ما ينقص. لا اثنين أربعة ثلاثة. إيش قلت أنا؟ لا ما هي أربعة ثلاثة. ممتاز والله حلو. هذا ما ياخذ تسمين. ما ياخذ تسمين هذا، بس حلو لحمته. حلو ولا مبر، ولا مبر. ولا ياكل تعليق، تعرف التعليق؟ ايه. حلو بالله ما ياكل تعليق. خلاص انت بصل اللي انا قلت لك. خلاص بقي منها شيء؟ لا. طيب. بس بدي اكل صلخ. صلخ لي لحمتك حقتها عشان هذا على القلب. طيب. على اليد. خلاص. وانا شايف انها بدري، ما انا شيء مستعجل كله.
شايف خلاص لو قلت كلمتك صباح قلت لك باقي بس انا لو اني ما جيت كان قلت تعال وبفطر وياك وبقعد انا وياك لكن لي الخميس بالعرض ايه ايه لا وانا راح اصلح لي شاي حليب وراح اصلح لي ابغى الغداء الساعه 1 الا الا ما تقولش انا اقول لك لان في واحد قال عندي مشكله وصدق في مضاربات ومضاربات وناس بيلفون على ناس يقول اخاف يتخلون تاخروا للساعه 1 ونص نجي لكن بطل عليها انا وحده طيب ها اول 12 ونص اذا هو قال لا خلصنا بنجي إيه؟ على غدانا على وعده على وعده تمام وان كان قال لا والله اللي بتاخر اخر من قصدك الله يخ كذا الله يخرجنا من المنزل اللي في بيت ترى ما عجبتني ما عجبتني ايش مرقت اللي في بيت ما عجبتني ليه والله ما عجبتني ما هو حر هناك مرقت ناصر الاول يا بشر اليوم جود الملح وصل شبيب بلده اجيب لك بصل من عندي كسره علشان ما يضر الملح طيب طيب Mm-hmm.